لأني لست أستحي بإنجيل المسيح الافتخار بالإنجيل ما هو هذا الإنجيل اللي رح نتكلم عنه آه، هذا الإنجيل اللي دايما نسمع آه، الكلمة بشكل أو بآخر وما هو فعل هذا الإنجيل وهل يتغير الإنجيل وهل هو إنجيل واحد أم أنجيل أخرى رح نتكلم عن هذا الموضوع وانا بدعوكم ان تشاهدوا هذه الحلقه بصلي من خلال مشاهدتك اليوم تكون سبب بركه لحياتك وبصلي كمان ان الرب يفتح الذهن والعينين والقلب حتى نستوعب فكر الله من خلال الكتاب المقدس ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان يسرني ان استضيف الى استوديو ليكن نور شخصيه اكيد معروفه لدى الكثيرين شفتوه على القنوات الفضائيه بحب ارحب بالقسيس جورج سابا قسيس جورج هو من لبنان من منطقه بيروت وهو راعي الكنيسه الانجيليه المعمدانيه كنيسة حق الإنجيل أهلا وسهلا أسيس جورج شكرا أسيس نزار هاي لأول مرة بيجي لها المحطة الفضائية نور للأمم بالحقيقة هالنور ساطع في كل بقاع وسقاع الأرض فمن دواعي سروري وامتياز أن أكون معكم في هذه الحلقة وفي هذه الفضائية بالذات التي نصلي لاجلها باستمرار انا متشوق من زمان اني يكون معك يا أسيس نزار ونفس الشعور احنا من زمان متشوقين لكن نشكر رب انه اخيرا زبطت انه نشوفك معنا في هذه الحلقه. اليوم حديثنا راح يكون عن الانجيل نعم والموضوع هو الافتخار بالانجيل والظاهر انك انت بتحب الانجيل لدرجه انك مسمي الكنيسه حق, حق الانجيل <صفح> شو <سبب؟ صفح> السبب؟ شو السبب؟ انه لان الانجيل غيرني نقلني من الظلم الى النور <صفح> ومن الموت الى الحياه ومن النجاسه الى القداسه واعطاني رجاء ابديا صالحا في النعمه وهذا الانجيل هو مش انجيل افتخار بولس لكن افتخار كل مؤمن اختبر نعمه الله المخلصه طبعا لما بنتكلم عن الافتخار بالانجيل بعتقد انه اجمل ايه اللي ممكن نقتبسها هي من رساله بولس الرسول الى كنيسه روميا <applause> وبعد اذنك اذا ممكن اقرا يعني الايه ثلاثة وراح اسالك نعم. عن هذا الموضوع بحب أقرأ من الآية الأولى بصراحة. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله أوكي. الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة. بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع المسيح إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قديسين نعمة لكم وسلام الله أبينا والرب يسوع المسيح في آية 8 أشكر أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم وبحب أنتقل لآية 16 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى بصراحة حبيت يعني أقرأ بعض الآيات من البداية نعم قسيس جورج إذا لاحظت الكلام صح. بقول المفرز لإنجيل الله, الله. بسميه إنجيل الله ها. وبعدين في آية تسعة بسميه إنجيل ابني. ابنه يعني إنجيل الرب يسوع صح. المسيح وهون في آية 16 بقول لست أستحي بإنجيل المسيح, المسيح. شو الرسالة اللي عاوز توصلني إياها من خلال هذه الآيات الرسالة أولاً بحب أعرف شو الإنجيل تفضل الإنجيل هو البشارة المفرحة. التي فيها اعلان الله للانسان لكل انسان بدون استثناء. م. فانجيل الله هو انجيل الحياة. م. لكن هيدا الانجيل هو حق الله في العالم واعلان الله في العالم ورسالة الله للعالم. لان فيه قوه حياه لكل من يؤمن بكلام هذا الانجيل م. فالانجيل ليس من صناعه بشريه استنصار لكنه آه انزل بقوه وقياده الروح القدس آه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، فالإنجيل هو مسوق من الروح القدس أي أعلان الله للإنسان وصلوا إلينا الروح القدس، بعدين بحب شير لكلمة هون إنه الإنجيل هو منبثق من الكلمة الأزلي، فكلمة الله كلمة أزلية أبدية مم. لأن الكلمة الذي صار جسدا اللي عنيت به شخص الرب يسوع المسيح مم. هو من الأزل وإلى الأبد هو الألف والأوميغا هو الذي تكلم نعم الهدف من سؤالي أنه كثير ناس يمكن بتلخبط بالتعبيرات تأسيس وانت عارف بالشرق الأوسط هون بقول البولس استحي لست استحي بانجيل المسيح صحيح. وعاده لما نقتبس من الكتاب المقدس بنقول انجيل متى انجيل مرقس انجيل لوقا لو أه. انجيل يوحنا البعض بيعتقد انه في اناجيل كثيره لكن هو انجيل واحد اللي بنتكلم عنه شو رايك في هذا الموضوع لا الانجيل آه حق لا يتطور م. اولا وحق لا يتغير وحق لا يتبدل، السبب انه كلمه الله الحيه الباقيه يقول عنها بطرس الى الابد، فهي ازليه بمصدرها وابديه ببعدها، ليس لها عمق او حدود كلمه الله لان هي فكر الله للانسان. آه بقول لكل كمال رأيت حدا أما كلمتك فواسعة جدا تفيد أنه ما إلى حدود نعم ف... كلام البشر شيء وكلمة الله شيء آخر م. ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب أكيد أكيد فهو حق ما في أناجيل متعددة ومختلفة هو إنجيل واحد لكن الأناجيل الأربعة التي أشرت إليها أسيس نزار تعطي وجهات مختلفة عن شخصية المسيح وعن طبيعة المسيح فمثلا إنجيل متى يتكلم عن المسيح كالملك نعم. وانجيل يوحنا يتكلم عن المسيح كابن الله، عن الكلمه، عن اللوجوس نعم. الفكر الالهي فالانجيل هو كلمه الله صح والشيء الثاني اللي لفت انتباهي من خلال الايه بولس الرسول بيتكلم او بيكتب لكنيسه روميا وما قالش العباره انا افتخر بالانجيل، قال انا لست استحي بالإنجيل يعني كأنه فكرة صادمة وعاوز يوصلها بغض النظر في خطر أو غير خطر هذا الإنجيل اللي أنا بآمن فيه مش لا أستحي بهذا الإنجيل كتير حلو الفكرة اللي طرحته أو السؤال أسيس نزار على بساط البحث لأن في مكان آخر بيقول لا, لا أستحي بصليب المسيح نعم. من افتخر فليفتخر نعم. بالرب، ومحل بيقول انه الصليب هو مكان افتخاره، نعم. هون ليه بيقول لا استحي كشخص يهودي هو انتقل من اليهوديه الى المسيحيه عندما قابله الرب على طريق دمشق، فأنا كيهودي وصرت مسيحي لن استحي بهذا الانجيل لأنه سبب خلاصي نعم ف من من المسلمات كشخص يهودي هو أن يقول هذا الكلام وهذا الكلام كلام تحدي نعم وكلام يعني يشير إلى موقع بولس في خلاصه المبارك يلي اختبروا بولس الرسول بقوه معجزيه يعني نعم لما نغيروا الرب على يعني طريق دمشق فانا ما بستحي الإنجيل نعم ولا بستحب الصليب بنفس ولا بستحب الصليب وقال ان كلمه الصليب الصليب عند الهالكين جهاله نعم اما عندنا المخلصين فهي قوه الله قوه الله ونكرز بالصليب عثر لليهود كانوا بيعتبروه عثره صح انه شخص يموت على الصليب فعم بقولهن اسمعوا انا هذا اللي هو عثرة انا لا استحي بانجيل صح. المسيح اي ان الانجيل ما بتسلم معي يا قسيس انه غير الموازين نعم وقلم الامور راسا على عقب لان الانجيل هو إنجاز التعبير خلاصة الفكر الإلهي فيه نرى طبيعة الله فيه نرى مجد الله فيه نرى خلاص الله فيه نرى بر الله بالإنجيل وعدالة الله وحق الله ومحبة الله التي لا حدود لها في الطول والعمق والعرض والعلو فهنيئا لنا بانجيل المسيح فعلا فعلا كلمه الله وعاوز بس لانه ذكرت انه الانجيل هو الاخبار المفرحه والساره ولانه كمان الانجيل محور رساله الانجيل هو الفداء م. والرسول بولس لما كتب لكنيسه كورنثوس اصحاح 15 بيتكلم إلهم اعرفكم بالإنجيل, بالإنجيل الذي به ايضا تخلصون. شو هو الإنجيل؟ انه المسيح مات حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب فعم بيقول لكل الناس انه الإنجيل مثل ما ذكرت إعلام الله حق الله الأخبار المفرحة انه المسيح جاء إلى العالم وقدم خلاص لكل انسان. حقيقة لكن إذا الإنسان يلي بيقرأ الإنجيل وما بيقبل كلام الرب ما رح يختبر الابتهاج الإلهي الفرح الإلهي المجد الإلهي القوة الإلهية المغيرة قوة الله هي الكلمة اليونانية دوناميس نعم يعني قوة متفجرة نعم. لكن هي ما بتقتل هذه تعطي حياة صح الفرق تعطي حياة yeah. فمن هذا القبيل نرى أن الإنجيل هو يتكوكب حوله الفكر الإلهي mm. وما أجمل أن نعرف فكر الله وما يريده الرب من الإنسان لأجل خلاص نفسه وهذا نقطة الارتكاز في الإنجيل لأن هدف الإنجيل هو خلاص الإنسان أمين آه أنا رح نأخذ فاصل يا أسيس جورج بعد الفاصل أنت اقتبست شيء وحبيته بس عاوزك توضح الفكرة أكثر أنت ذكرت عن تعريف الإنجيل لا يتطور ولا يتغير ولا يتعدل يتبدل ف فانا عاوز اسالك في هذا الموضوع جهز نفسك لكن بحب اعطي فرصه لكل مشاهد مثل ما سمعتوا اذا بنتكلم على انجيل متى مرقس لوقا يوحنا بيتكلموا عن سيره حياه يسوع المسيح من الولاده للصعود وهذه السيرة اللي بياخدوها من كذا وجه من عدة أوجه لكن كلها بتصب في شخص واحد هو الرب يسوع المسيح الرسول بولس بيتكلم عن هذا الإنجيل مثل ما ذكر القسيس جورج كلمة الله إعلان الله إنجيل الله اللي هو بيعبر عن كل الخلاص وعن كل الحق لله فأنا بدعوك لو عندك مشاركة فيك تفوت على الفيسبوك او فيك تتواصل واذا عندك اي سؤال اي استفسار فيك تتواصل معنا ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل الافتخار بالانجيل لاني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوه الله امين للخلاص لكل من يؤمن راح اسالك عن هذا التعبير بس انا لفت انتباهي لانه مرات السجع بلفت انتباهي سريعا <applause> السيس جورج هذا الانجيل لا يتطور ولا يتغير ولا يتبدل او يتعدل لا يتبدل ولا يتعدل لا حاجة له لأي تكميل أو تبديل أو تعديل أو تغيير طيب شو قصدت أنه لا يتطور ولا يتغير لما نقول حق أي أن حق الله يعلى ولا يعلى عليه لأن كلام الرب هو رب الكلام أمين فعندما يتكلم الله الأزل الأبدي السرمدي كلامه هو هو لا يتغير السبب إنه الكلام فيه الكمال وفيه الجمال أيضاً فكلمة الله مثبتة بقول في السماوات إلى دور فدور بمعنى الإنجيل لم يعطى لعصر معين أو حقبة تاريخية السيستيزار معينة لكن الإنجيل أعطي لكل عصر ومصر في كل الأوقات وكل التاريخ مشان هيك الانجيل لا يتعدل وما بتغير هو كلمه الله حق لانه البعض بيقول لك انه هذا يعني انجيل قديم كان للناس اللي من 2000 سنه بس ما زالت قوته حتى هي اللحظه. <applause> يا لا لا هيدا كلام البشر كلام <applause> البشر نحن بنحترم شو بيقولوا الناس لكن ما بنسلم شو بيقولوا الناس. نعم فنحن ما بنجرب بالانجيل نشرح الله لان الله هو ابعد بكثير عن تفكيرنا المحدود. الله حق مطلق مش <applause> نسبي مشان هيك الله كامل في ذاته والله لمن أعطى كلمته على الأرض هيدي الكلمة مفعيلة في حياة البشر آه عجائبية <applause> يعني أنا بتذكر لما طلبت الرب أيوة. كنت في عمر 18 سنة قلت له يا رب انت بالانجيل اسمك مخلص وتدعو اسمه يسوع العذراء المباركة نعم. لانه نعم. يخلص شعبه من خطاياهم قلت له اذا انت كنت بتخلص حسب كلامك خلصني نعم كان عمري 18 سنة وشو اللي صار معك والرب مد ايده على الزباله وشال انسان مثلي وغير حياتي من والى صدقني اسس نزار اقول الصدق في المسيح الله شاهد على ضميري بقيت ثلاث اشهر وقف قدام المراي قول هيدا جورج مش معقول كيف تغيرت بطرفة عين ومش شعرت بس لأن الإيمان مش شعور هون بحط يعني بين قوسين إنه الإيمان هو تعريف وليس معرفة أعرفكم بالإنجيل محل بيقول المن يقول الناس إني أنا بانجيل متى, متى 16. 16 نسأل ناس قالوا اورميا ناس يوحنا ناس ايليا قال انتم ماذا تقولون؟ نحن شو بنقول عن المسيح للتلاميذ؟ قال له انت المسيح ابن الله الحي بطرس نعم قال له طوبى لك يا سمعان بن ان لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن ابي الذي في السماوات اعلن لك هذا مم. وهذا يعني أن الإيمان تعريف وليس معرفة مم. أنتم بالنعمة مخلصون بالإيمان مم. وذلك ليس, ليس م... منكم بل عطية الله نعم فلما نحكي عن حق لا يتطور إيه كلمة الله لا تتطور لأن كل شيء يتطور بيكون نسبي مش مطلق مم. لكن كلمة الله مطلقة مم. ما إلى حدود ولا تتغير أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد إلى الأبد نعم صحيح نعم في التعبير كمان لأنه مش بشر أنت ذكرت يعني خطر في بالي بولس لما كتب لكنيسة يا وبولس اختبر قوة المسيح واختبر قوة الخلاص من خلال هذا الإنجيل المغير صح. الذي لا يتغير ولما كتب لكنيسة غلاطيا عم بحارب بدعة اللي عم بيضيفوا على الخلاص كانوا لازم تمارس أعمال الناموس اللي هي دعاة التهويد ف... فبقول يعني يحول إنجيل المسيح لكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة أنا أنا يعني ملعون أو محروم أو محروم. مقطوع كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنا ثيمة فبقول أفأستعطف الآن الناس أم الله أم أطلب أن أرد الناس فلو كنت بعد أرد الناس لم أكن عبدا للمسيح بعدين بيحكيها بشكل إيجابي بقول وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان هذا الإنجيل اللي ببشر فيه بولس لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح وطبعا بيتكلم عن سيرته الماضي كيف كان يضطهد وكيف كان يقاوم وكيف الرب تقابل معاه على الطريق إلى دمشق مثل ما ذكرت بس اللفت إنسان أنه ما تعلموش من إنسان بإعلان صح صح اخذوا باعلان مباشر من الله. انا جئت على ذكر الكلمه انه كلمه الله تعود للكلمه الازلي. نعم. يلي هو شخص الرب نعم. يسوع المسيح فانجيل المسيح مثل ما قلت الايه قسيس هو يتلخص بايه وحده. الانجيل المسيح مات ودفن. وقام, وقام. هذا الانجيل شفت كيف؟ فالمسيحيه لو ما فيها قيامه كانت مسيحيه ما فيها رجاء مم. لكن بقيامه يسوع المسيح من بين الاموات لنا رجاء صالحا مم. بالنعمه، فاهل غلاطيا فاتوا بمعمعه نعم يعني بين حيص بيص نعم ليه؟ لان كان البعض بعده متعلق باليهودية وبالاعمال الميتة. نعم. يلي بيحكي عنا بالعبرانيين لكن بدي أوضح شيء انه الانجيل الله عامل لاجلنا بينما الناموس الله يطلب منا ان نعمل. مم. اعمل هذا فتحيا وان حفظت تسعه هن عشر وصايا وعثرت في واحده اصبحت مجرما في, في الكل. الكل نعم كيف الانجيل عاملا لاجلنا مم. في نيابه المسيح عن البشريه بموته على الصليب وعن كل انسان بصيغه المفرد هو تمم الناموس لأن ما قدر ولا أي شخص ولا أي نبي أن يتمم الناموس إطلاقا لأن الجميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد الله لكن المسيح تمم الناموس المسيح يقف على كتف التاريخ هو صانع التاريخ ويقول ما قالها نبي ما من منكم يبكتني على خطية فالرب لم يعتذر مرة نعم. ولم يتراجع مرة تبارك إسمه هو أمس واليوم وإلى الأبد مم. هو نبع القداسة هو نبع الطهارة هو نبع البر هو نبع الصلاح مم. هو نبع المحبة هو الله المتجسد تبارك إسمه مم. فالإنجيل الله عامل لأجلنا م. مسيح تمم الناموس، يعني أنا لما اقبل المسيح في حياتي كأني تممت الناموس. وهذا الفرق بين الإنجيل الإنجيل والناموس، إكزاكتلي. الإنجيل هو إنجيل النعمة. صح. يعني عطية الله. تمام، ده إنجيل النعمة. مشان هيك بقول لك فيه قوة الله للخلاص. م. فكلم الله في قوة. م. ليه؟ لأن هيدا الكلام مسوخ بالروح القدس مم. ونحن نؤمن أن الإنجيل الذي يعمل في حياتنا هو النعمة الإلهية مم. لأن النعمة معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوة العالمية وكلمة الله تصير الجاهل حكيما, حكيماً. مم. يا لعظم إنجيل نعمة آه. الله في اذا بتلاحظ اسيس جورج في مسميات كثيره للانجيل هو الانجيل واحد مثل ما ذكرت انجيل الله انجيل الابن انجيل المسيح, المسيح. حتى في روميا بيتكلم بقول انجيلي سه. يعني كانه صار انجيل بولس مرات بنقول انجيل الايمان انجيل الخلاص انجيل التجسد هذه المسميات هي تعبيرات عن قوة وعمل وطبيعة هذا الانجيل اللي هو الاخبار السارة صح صح yeah. لكن ضمنا في بعده اللاهوتي هو بيتكلم عن طبيعة الله نعم لأن كلام الله يعود لذاتية الله, الله ولكنه الله نعم ولفكر الله هيدا الإعلان. نعم. تبارك اسمه فلما يتكلم الإنجيل آه عن شخصية الله وعمل الله في البشرية وخلاص الله آه هيدا بيفرجينا طبيعة الله بالذات فالإنسان بحاجة أنه يعرف من هو الله نعم. يعني الكل يعبد الله بس من هو الله نعم. الإنجيل عرفني مين الله نعم. وعرفني شو معنى التجسد وشو معنى الخلاص وشو معنى البر أنا ما بعرف إن هو لكن الإنجيل وضح فالانبياء آه الذين تنبؤوا بيقول لم تأتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين في الروح القدس نعم. وبتسلم معي اسيست نزار بعتقد لما الله بيقول الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما مم. كلمنا مم. في هذه الايام الاخيره في ابنه ابنه هذا الانجيل نعم هيدا الانجيل هيدا اعلان الله مم. للتجسد شهد بنقول انجيل التجسد نعم فهي المسميات الله والمسيح بتعبر تعبير عن هويه وطبيعه الله, الله. باعلان الهي تماما مم. تماما نعم وهيدا شيء يعني لما انا بدي اعبد بدي اعرف مين عم وليش كمان بواحده من المسميات انجيل الحق إنجيل الحق إنجيل خلاصكم إنجيل خلاصكم نعم. كمان وإنجيل الحق م. تماماً فالإنجيل له مفاعيل نعم وإذا بتحب بنحكي عن مفاعيل هيدا الإنجيل أيوة أنا بس كمان كنت عاوز أقتبس إنه المسيح عشان نفعل هذه الأمور قال إذهبوا واكرزوا بالإنجيل. بالإنجيل بالإنجيل للخلق طيب طالما انه في قوة للخلاص في مفاعل ايش هي هاي المفاعيل؟ المفاعيل ان اول شيء بيعرفني الانجيل انه الله تجسد لاجلنا نعم فهلا الفكر الانساني المحدود قولوا كيف الله بيصير انسان؟ انا اقول ان لم يستطع الله أن يصير إنسان لأنه كلي القدرة والأزلية والجوهر لا يكن الله الله نعم فالله قادر على كل شيء أمين ومن يسوع المسيح برؤيا يوحنا الاصحاح الاول ومن يسوع المسيح الشاهد أمين بكر من الأموات رئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا إلى آخر لك آخر شيء والقادر على كل شيء نعم. فالله قادر على كل شيء نعم. فالله تجسد في المسيح الله لك كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم السبب لأن الخطايا كفر عنها نعم. في صليب ربنا يسوع المسيح فدم المسوح دم المسيح هو كفارة بالعبران كبور نعم. غطاء نعم. لخطايانا سمحنا بكل خطايا الماضي والحاضرة والمستقبلة تبارك اسمه أمين. فهيدا خلاص عجيب نعم. فهيدا الإنجيل بيعطيني الاستقرار مم. النفسي والروحي والمعنوي والفكري وينزع مني شوكه كتير مهمه هو عذاب الضمير نعم يعني الضمير بيكون يعني مستذنب نعم ما عاد عندي عقده ذنب انا في غفران خطاياي فالانجيل لما اقبله انا بحياتي تلقائيا صرت انسان جديد ففيه قوه مغيره نعم هيدي من مفاعيله نعم اجتني فكرة الايه اللي بتقول أنارة لنا الحياه والخلود بواسطه الموضوع. الانجيل امين وانا قد مبسوط بالاعلان اللي حاطينه اسيس نزار نور للامم الحق يقال انه بدون النور ما بتقدر تجمع الظلم والنور نعم نعم والنور ينبثق من هذا الانجيل نعم الى كل بقاع وسقاع الارض على مساحه الكره الارضيه وانتم قايمين بهذا العمل الرب يبارككم إن عمل الله غير محدود صح. وهاي هي الخدمه صح. اللي الله بيستخدم كثير من الفضائيات ومن الخدام والكنائس والمبشرين وحضرتك انا تكلمت بالكنيسه عندك الرب يباركك على العمل الرائع اللي الله بيستخدمكم في فتره زمنية صعبة جدا ولا سيما الحرب في الشرق الأوسط والظروف الصعبة صح واللاجئين السوريين اللي عم بيجوا باعداد كبيره للبنان وعم تستقبلوهم مليون ونص مليون ونص وفي نفس الوقت عم بتقدموا الاخبار المفرحه الاخبار الساره نعم هذا هو الانجيل اللي بيتكلم عنه الاسيس <applause> ونفوس كثير خلصت امين نشكر الرب والرب حكفي انا بحب اقول عزيزي المشاهد وهو يسمع كلام الرب الذي هو رب الكلام نعم. وكلام الحياة الأبدية أن تقبل المسيح وإنجيله بحياتك وأنا أؤكد لك سيتغ... ستتغير في لحظة في طرفة عين عندما تصرخ إلى الرب هو بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وانا أريحك. امين. آه، رح نواصل مع الأسيس جورج واكيد يمكن بعض الافكار اثارت تساؤل معين في داخلك وعلى فكره احنا موجودين فعلا عشان نساعدك روحيا ونصلي معك وفي نفس الوقت يمكن انت سمعت كلام سلبي على الانجيل. التحدي شو رايك تقرا في الانجيل تقرا عميل. كلمه الله وانا متاكد عندما تقرا كلمه الله راح تغير حياتك راح اواصل حديث مع القسيس جورج لكن ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد سرت أنت حياتي سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت انت حياتي ادعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر اخر ادعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر اخر، إلهي انت أحمدك أرفعك أشد لك، إلهي انت أحمدك أرفعك أشد لك. القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والزهادة، القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والزهادة والنفس تهيم بك شوقا انت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها النفس تهيم بك شوقا انت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها أحمدك أرفعك أشدو لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك لاني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوه الله امين للخلاص لكل من يؤمن هللو احباء احنا مسرورين انه منواصل حديثنا مع القسيس جورج سابا اهلا وسهلا القسيس. شكرا فعلا فعلا الحديث معك متعه آه مكتوب هذا الانجيل هو قوه الله, الله. للخلاص لكل, لكل من, من يؤمن, يؤمن. لانه في معلن بر, بر الله شو يعني خلينا ناخذها من ناحيتين شو الله عمل وشو الانسان ممكن يعمل رائع أه الحلو عندك اسيس نزار دائما بتركز على النقاط يلي هي لب الموضوع يعني <applause> 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 <صفيق> <applause> الرب يباركك يباركك يا سيدي ف الله عمل في الماضي ويعمل الآن والرب يسوع له المجد الأبي يعمل وأنا أعمل فالله عمل عمله في, في الصليب في الفداء الإلهي نعم يلي تجسد المسيح جال يصنع خيرا يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس واخيرا ثبت وجهه نحو اورشليم اي نحو الصليب نعم فالمسيح جاء خصيصا بيقول والكلمه صار جسدا ليه؟ وحل بيننا اقام خيمته فيما بيننا وتقدم الى الصليب لان الصليب فيه اعاد الرب يسوع المسيح للاب المجد الذي فقده ادم في جنه عدن قال له انا مجدتك على الارض مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم للتو جاء الجواب مجدت وسأمجد نعم. أيضا ومجد الله ظهر بأجل صوره وأعمق معانيه في صليب الجلجثة نعم. عندما قال المسيح يا أبتاه اغفر له لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون لكن بالنسبة له عملنا بالنعمة لكن عامل نفسه بالحق الرحمة والحق التقيا في الصليب البر والسلام تلاثما صلت سيف العدل الإلهي على عنق المسيح وأخذ الرب كل حقوقه كاملة من المسيح السبب البعض بيقولوا طب ما كان في طريقه غير الصليب الا يموت المسيح ويبصق في وجهه ويجلد ويصلب ملعون كل من علق على خشبه لا ما كان في طريقه غيره ليش لان الله لا يساوم اسس نزار بمحبته على عدالته نعم فالله أخذ العدل حقوقه كاملة من المسيح استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي أضرب الرعي سلط سيف عدالة الله على عنق المسيح المسيح ذبح لأجلنا في الصليب إذن لنعيد نعم هيدا عمله الله لأجل الإنسان هكذا أحب الله العالم وفي هذا المضمار أريد أن أشير إلي موضوع هام نقطة هامة في الموضوع أن الله ليس له عنده طبقية أو عرقية أو مذهبية إطلاقا أو دينية المسيح كالشمس هو لكل العالم كالهواء إنجاز التعبير هكذا أحب الله العالم العالم حب المسلم حب المسيحي حب اليهود حب الكل لأن الجميع أخطأوا فالمسيح الله قدم العمل هذا قدمه الله كفارة عن خطايانا المسيح مات من أجل خطايانا وقام لأجل تبريرنا فمن هذا المنطلق الله عمله ال... عمل الكامل، هلا شو لازم يعمل الانسان؟ نعم وهيدي النقطة الأه... الاهم مم. لان لاجل هذا جاء مم. المسيح. لانه بقول لست استحي إنجيل لانه سو... قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لكل من يؤمن. Yeah. فمن اي مذهب كنت yeah. اخي المشاهد او من اي طائفة أو من أي عرق أو من أي طبقة، كلام الرب لألك شخصياً، أرجوك في المسيح أن تقبل إليه، هو يناديك، لبي نداء الإنجيل، الإنجيل هو قوة الله للخلاص أخ نزار، لأنه يعطي الله الخلاص بدون أي مقابل. يعني الخلاص لا يشترى ولا يباع نعم لكن الخلاص يقدم مجانا على طبق النعمه نعم النعمه هو وهو النعمه نعم الرب يسوع المسيح نعم فالله بيقدم لك الخلاص مجانا قوه الله تعني القوه المغيره نعم القوه الناقله بينقلك من حالة إلى حالة أخرى. نحن منمود بأدم بإنسان واحد دخلت الخطية وبالخطية الموت. نعم. آدم جبلنا الموت. لكن هللويا يسوع بقيامته المجيدة أعطانا الحياة الأبدية. مبارك اسمه إلى أبد الأبدين. فهو قوة بغيرك. بتقلي كيف؟ هيدا فوق العقل، لأن عندما نقول إيمان، الإيمان هو الطبقة فوق العقل نعم، لكن غير مناقض للعقل أكيد أكيد، غير مناقض للعقل، أي أحياناً العقل يخضع للإيمان وليس العكس أيوة، يعني هنا الرسول بولس عم بيقول إيه آه في آية آه 16 لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم, ثم لليوناني ليه؟ لأن فيه معلن بر, بر الله, الله بالخلاص لإيمان البار بالإيمان يحيى في آية 18 لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإسمهم. وإثمهم فإذا يعني في دينونه كمان على اللي بيرفض قوه الله صحيح. للخلاص لكل من يؤمن فلازم يكون في ايمان تيجي للمسيح عن طريق الايمان ما هو الانجيل له شقين نعم شق الحياه هيدي محبه الله ونعمه الله وشق العداله الالهيه عندما ترفض المسيح وترفض كلمه الله فهيدا بيجلب الدينونه يلي بيقبل الخلاص بيقول اذ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح، نعم. مش حد المسيح او ورا المسيح او نعم. لا لا، في المسيح يعني انتقلت طبيعة الله لإلي. لا انتقل المسيح لحياتي فأحيا لا انا بل المسيح، هيدا قوة الحياة، هيدا قوة الخلاص، يعني لما نقبل الإنجيل أنا قبلت الحياة أنا قبلت الخلاص أنا بدي أقول للمشاهد اتفضل أنه قد بدك تعيش يا إنسان سبعين الأيام سنين أنا سبعون مع القوة مع الدفش ثمانون وأفخرها تعب وبلية تقرد سريعا فنطير يتواءم كلام موسى مع كلام يعقوب كمان مم. يعقوب شو بيقول بقول ما هي حياتكم بخار؟ نعم يظهر قليلا ثم يضمحل. ثم يضمحل هيدا حياة ايه هي حياة الإنسان نعم. يا إنسان بتقبل بحياة مئة سنة وتموت بخطاياك وتروح على جهنم ولا بتقبل المسيح وبصير لك حياة أبدية يعبر عنها الرسول بطرس بقوله: الف سنة عند الرب كيوم هاليلويا مجدا للرب شي بيفرح اكيد اخي نزار مش معقول طبعا يعني اليوم بالف سنه والف سنه كيوم مم. بنظر الرب اكيد اكيد يعني لفت انتباهي انه كل هذا العمل العظيم والعمل الكامل آه الخلاص هذا آه استطيع ان استشف من كلامك هذا الخلاص مجاني صح احنا ما تعبنا فيه ابدا ولا بنستحقه ولا بنستاهله بس في نفس الوقت هذا الخلاص مش رخيص صح مش رخيص كلف دم المسيح اكيد يا يعني ذبح المسيح لاجلنا لكن هذا الخلاص مقدم مجانا وبعدين الانسان ما عنده بر يرضي فيه الله نعم عنده برزاتي ذاتي نعم. بيشوف حاله متكبر يعني متأله نعم. تأليه الانسان نعم. والى اخره مثل ما قال الرسول بولس متبررين مجانا, مجاناً بنعمته التي في المسيح بالفداء نعم الذي بالفداء بيسوع المسيح ف أنا إذا بدي أتبرر أنا أمام الله وهذا يلي سألوا نبي البلايا أيوب نعم. فكيف يتبرر الإنسان قدام الله فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا بدك سلام. تقبلوا بالإيمان خي مم. لنا سلام مع الله مش مع رئيس جمهورية ورئيس بلاد ورا لا لا مع الله خالق الرؤساء والعظماء أه أسيس جورج هاي الكاميرا امامك وفي ناس عم بتشاهد ولك انا سمعت الرسالة شو هي الخطوات العملية اللي انا لازم اعملها عشان أأمن اخلص بيسوع واخلص امين اخي المشاهد مسرور جدا انك عم تسمع كلمة الله وهيدي فرصة الهية الك مثل ما كانت فرصة إلهية لإلي ولكل مؤمن نحن مش أحسن منك نحن خطاة ونعمة المسيح خلصتنا ومتأكدين عنا حياة أبدية أنا بقدم لك إنجيل المسيح إنك تقبله في حياتك وتقول له يا رب يسوع أنت بمكانك كلمات قليلة يا مخلص خلصني يسوع اجى يخلصك خصيصاً إذا كنت متعب إذا كنت عندك أزمة إذا كنت في مرض في أي وضع كنت مدمن الله بخلصك إذا عندك عقدة الذنب إذا ما عارف مستقبلك لوين رايح يسوع فاتح ذراعيه ويناديك هل تأتي إليه قال له لص على الصليب: اذكرني يا رب متى اتيت في ملكوتك؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس. بتآمن؟ هنيئا لك. صلي معي صلاة صغيرة قال له يا رب يسوع يا مخلص انا اؤمن بك ارجوك ان تخلصني غسلني بدمك اعطيني الحياة الأبدية إكراما لموتك على الصليب والرب يباركك آمين آمين السيس جورج شكرا جزيلا والرب يباركك ويستخدمك وأكيد لنا لقاءات أخرى الرب يقود حياتك شكراً. ويباركك شكرا أحبائي إذا فعلا أنت طلبت الرب من قلبك اسمع وعد المسيح اللي قال من يقبل الي لا اخرجه خارجا والكتاب بيقول كمان ولا يقدر احد ان يخطفها من يده قال يسوع الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه فعلا احنا محتاجين نتبرر امام الله ببر المسيح مكتوب ايضا وجعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه فالله بينظر اليك بينظر الي وبينظر للاسيس جورج من خلال كمال المسيح ومن خلال بر المسيح ومن خلال كفاره المسيح اللي غطانا اللي ستر عيوبنا وبعلن الموقف القضائي آه انت بار وصار لك غفران للخطايا والحياه الابديه وضمان الحياه الابديه وتاكد اذا انت صليت مع القسيس جورج الرب اليوم كتب اسمك في سفر الحياه اللي بشاهدنا يمكن في هاي اللحظة يمكن أنت مش عارف أو غير مدرك أنا بدعوك أنك تطلب يسوع المسيح اللي بيقرأ على باب قلبك وعندما تدعوه ربا ومخلصا يعني في صلاة قصيرة بطرس قال يا رب نجني والعشار قال ارحمني أنا الخاطئ وفعلا عندما تعنيها من كل قلبك يأتي إلى حياتك اكتب لنا تواصل معنا، بنحب نساعدك روحيا حتى تنمو، حتى تنضج، حتى فعلا تشارك اخوه واخوات اخرين باجتماع مبارك بغض النظر في اي دول انت موجود، احنا بنحاول نوصلك مع اي مجموعه. بصلي انه اليوم فعلا كان بركه لحياتك ولاسرتك ولبيتك وبصلي انه المسيح لمس قلبك وغير حياتك وتأكد اليوم انه الرب كتب اسمك في سفر الحياه اليوم تبتدي يمكن الحرب الروحيه بحاول الشيطان يشككك نعم. بهذا الخلاص لكن بنعمه الرب اسم الرب يسوع ما فيش قوه في الدنيا اللي اللي بتغيرك الا قوه هذا الانجيل انجيل الخلاص انجيل النعمه بواسطه الرب يسوع المسيح الرب يباركك